كنا اتصلنا بالرئيس واتصلنا على اساس اننا نريحوا معاه ونديروا اليد في اليد ونتعاونوا مع الشباب باش ردوها، ولكن مع الاسف كنلقاو ديما ابواب مغلوقه. راه عندنا اعداد اكثر من 2000 منخرط باغي ينخرطوا في الشباب البيضاوي، هو السيد هذا ساد عندنا الباب. كاين شي حاجه قانونيه غتمنع الخيرات ديالنا؟ حنا الناس كلهم عندهم ملفات، عندهم ناس نقيين ما مدوزين لا سجن، الناس كانوا اوتور، الناس ديروا تريتي، ناس قضاه، معنا محامون، معنا رؤساء شركات، معنا بزاف ديال الناس اللي باغيين ينخرطوا معنا في الشباب. حنا مستعدين هذا السيد يريح معنا في الطبله ونتفاهموا معاه ونداو مسائل حبيه ودوز مسائل حبيه ونجيبوا الناس منخرطين منا غادي يعاونوا الفريق ماديا وتحنا نعاونوا. حنا عندنا دي سبونسور، عندنا ناس باغيين يتعاونوا معنا مع الشباب باش نردوا الاوج. حنا راه ما باغيين حتى شي حاجه من الشباب، راه ما باغيين لا رئاسه لا كتابه، ما باغيين حتى شي حاجه. حنا باغيين ندعموا الفريق خلف ديال الرئيس وبغينا ندعموا الفريق، هذا هو الهدف ديالنا، هو سد عندنا هذا الباب. هذا الرئيس ديال الفريق ما تيجاوبناش بتاتا، بحال حنا لا وجود لنا، ولكن حنا عندنا الكلمه الاخيره ديالنا. عندنا بزاف سمعت، حنا راه تنكونوا واحد الملف وملف صحيح بالوثائق بكل شيء، جميع المداخل اللي كتدخل الملعب ديال الشباب ولا كل شيء عندنا الوثائق ديالو مضبوطه. حنا ما نهضروش في الهواء، غنهضروا بالوثائق وبالحجوج. بغي يريح معنا في الارض تبارك الله، باش يريح معنا حنا غنتلجؤوا للقدر. كنطالبوا باش يفتح لنا باب ديال الانخراط، وحنا انا كنتاجلوا من هذا المنبر، حنا راه كنطلبوك باش تريحوا معاك وديا، ما باغي لا مشاكل لا محاكم. ريح معنا في الطبله وغادي نتفاهموا معاك وحنا غادي نعاونوك في جنبك. حنا ما بغينا لا حيدوك لا من الرئاسه، ما بغينا حتى حاجه، ما بغينا من الشباب. حنا بغينا ندعموا الفريق حيت عندنا غير على درب غلب، وعندنا غير على الفريق حيت كان فريق بالاوج. شوف الفريق فين ولا كيتخبط. انا تنقولها ونعاود نقولها من هذا المنبر ديالكم، حنا تنمدوا يد ديالنا للمساعده. بغى يريح معنا في الطبله تبارك الله، ما بغاش يريح معنا في الطبله راه غادي نلتجئوا للقضاء وغنديروا دعوه قضائيه، وحنا وغادي نمشيو معاه غنتبعوا حتى لاخر مرحله القانون. الى عطانا القانون باش غادي نخرطوا ربز منه غادي يحل باب الانخراط. وحنا لحد الساعه حتى الفريق ديال الشباب ما عارفين شحال العدد ديال المنخرطين وشكون الناس المنخرطين، حتى القائمه ديال المنخرطين حنا ما عارفينهاش. تنقول لك الواقع اللي كاين.